الرحمن الرحيم. دابا عاودت لكم القصه اللي بدات من 94، لعب بيا مع المحكمه شرا قنطره، حكمت عليا المحكمه القنطره، زول القنطره، عاود حكم على القنطره. عاودت لكم الحكم عاوتاني ديال لافتتاح الطريق واخلاء البقعه المكونه له، كيفاش تلعب معايا المفوض القضائي وكيفاش نفذ الحكم وكيفاش دار ليه. ودابا غادي نعاود لكم على هذا الاخير اللي وقع لي هذا الواقع في 2021. انا هذا العاني اتنعاني هذه المشاكل من 94 حتى 2021، ملي كان الراس ديالي كحل حتى وليت شايب. دابا 2021 تعتقلت نهار 21 في التسعود على حسب الدار المحجوزه اللي بعت. ودابا فاش خرجت جيت لقيت البلديه حلات الطريق في البلاصه اللي ماشي هي طريق، وسدات الطريق اللي هي في المكان طريق، وهدمت لي الكراجات ديالي مناش كيعيشوا الولاد ديالي، والخدامه ديالي جراو عليهم الجيران اللي عطاوهم المحلات فين يخدموا، وتقطعوا الضو امرات البلديه المولين الضو يقطعوا الضو ويهدموا الكراجات ويقطعوا الضو وجراو على الخدامه، وبقاو الولاد ديالي بالجوع 4 شهور. انا داروا لي فايط وحلات الطريق في البلاصه اللي ماشي هي طريق، وسدات الطريق في البلاصه اللي هي طريق، وهدمات الكراجات ومشى الماتريال، والخدامه اللي كانوا تيخدموا معايا غير الجيران اللي عطاوهم المحلات يخدموا، وبقى ولادي عاشوا 4 شهور وانا معتقل تحت الامر سعاده الوكيل. والماتريال اللي كان في الكراجات؟ الماتريال ما عرفتو دابا فين مشى. انا عاد غادي نمشي ونديروا الاستجواب مع الخدامه اللي كاينين، الخدامه راه عطاوهم الجيران عطاوهم المحلات فين يخدموا، غادي نمشيو نديروا معاهم الاستجواب كيفاش وقع لهم. الفلوس اللي كانت في الكراجات؟ الفلوس ماتريال ربما ما نعرف، راه عندي الماتريال، عندي الدوزان، عندي كل شيء، ما نقدرش نقدر ما بين 20 مليون ولا كذاك ديال الماتريال. وهذا الدار بحال شريتها في واحد الملاجيم، وجيت بغيت نعاود ليها البلان باش نعاود نزيد نشرع البني فيها، جبت المهندس قال لي هاد الدار داخله في الدومين، داخله في الارض ديال الدوله ب 35 متر، ما غاديش ندير لك البلان حتى تزول هاد الشيء اللي داخل في الارض الدوله. قلت له شنو غادي ندير؟ قال لي غادي ندير لك رخصه ديال الهدم والرخصه ديال فاش تحط هاد الشيء اللي هدمتي. عطيت ليه 1000 درهم باش تويت معاه باش يصاوب ليا البلان ديال الهدم، ودار ليا الرخصه ديال الهدم، وهدمت داك الشيء اللي داخل في الدومين اللي داخل في الارض ديال الدوله، والبلاصه اللي كانوا فيها الشراجم درت فيها جوج دريديوات حيت داك الشيء اللي خصو يدار باش درت جوج دريديوات باش نعاود ندير البلان. ملي هدمت ودرت حيت الشراجم ودرت في بلاصتهم جوج دريديوات، رجعت عند التقني اللي غادي تيشرع معايا البلان، جا دوز على البلاصه اللي هي غادي يدير ليها البلان، قال لي غادي ندير لك البلان، غادي خصك تجهز هاد الشيء شويه اللي قدامك. انا داك الشيء فاش مشيت كانت جاره باش غادي نجيب البلان توبوغراف وباش ندير تصميم ديال البناء باش نزيد نشرع البناء الفوق، جا عندي القايد قال لي علاش دير الريدويات؟ قلت له ودي حيت الشراجم درت الريدويات، حيت من الارض ديال الدوله مشى بحالته. انا معتقل تحت الامر ديال الوكيل. دابا انا جيت خرجت اليوم من الاعتقال، لقيت البلديه هدمت لي الكراجات والماتريال ديالي مشى، ها هما شفتوا الكراجات ديالي خواو والضو تقطع، وولادي عاشوا 4 شهور في الازمه
وانا دابا داير فايت ما خدام ما ردام، المشروع ديالي ها هو خسر، الطريق تسدات على المشروع ديالي، البراس البلديه هما دورهم على المحل ديالي، الخدامه راه مشاو خدامين عطاوهم الجيران المحلات فين يخدموا، وهذا تنطلب من الله وسعادة الوكيل ورئيس المجلس البلدي والعامل والباشا يجيو يشوفوا هاد المحلات ديالي وهاد المكان وهاد الشيء اللي وقع ليه وهاد السيد اللي خرب هاد البلاصه هادي وهاد الشيء اللي وقع ليا. وهذا هو شفنا حل الكراجات دير شراجم دير هادي، وانت تكفل في الكواليس كتعاود لينا بان هاد السيد مخترق القانون دير اللي بغى مخالف القانون، شاري ارض مسروقه وشاري ارض الدوله واللي بايع عليه ماشي الارض ديالو وباني بالتزوير وتيخدموا معاه شي ناس في المحكمه وتيخدموا معاه شي ناس في البلديه وصافي. وهذا السيد تعامى عليا بغى باش ندير فايت باش نخوي ليه يدير في الارض ما بغى. انا كنتناضل على هاد الزنقه اللي مدير ليها الدروج ومسدوده، وحتى هو راه داير الجهد ديالو عليا، راه دار ليا فايت ثلاثه د الخطرات، راه دار ليا فايت نهار حل الزنقه ومشى الماتريال ديالي ومشى كل شيء، وها هو دابا عاوتاني ها هو تلعب معايا وخدمت معاه البلديه وداروا ليا فايت وجراوا ليا على المحلات ديالي وقطعوا ليا الضو. وهذا تنطلب الله دابا باش هذا النداء ديالي يلحق جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وهكذا الشعار ديالي الله الوطن الملك. البقرة ديالي يالله عطيتها لولادي هما ثلاثة يخدموا فيها، وهذا الإنسان ظلمنا، تنطلبوا الله يحن علينا، الله يبين الظالم.